أهلا بكم في رواق المعرفة. في الأسبوع الماضي كنا مع ضيفنا الدكتور جورج قرم، نستمر معه في هذا الأسبوع لنحاوره في ثرائه المعرفي فيما تبقى من قضايا كانت موضوع تخصصاته خلال السنوات الطويلة التي أمضاها في البحث حول القضايا العربية وقضايا المشرق العربي. دكتور أهلا بك في البرنامج. أهلا مجددا. كلما خطر في بال الشرق، وكان سألني أكاديمي بريطاني كيف تلخص مسألة الشرق الأوسط، قلت له مرات يهيأ لي بأننا برميل نفط وأننا حول هذا البرميل، يعني كل الذي جرى في الشرق الأوسط هو على هامش البرميل النفطي. 1950 النفط هو الجزيرة العربية، وكل ما جرى حول هذا البرميل من متغيرات كان بسبب ذلك البرميل، الثورات، الانقلابات العسكرية، من ثورات ابدأها شمالا في ثورات الأكراد، جنوبا إلى ثورة ظفار، جنوبا إلى ثورة اليمن، شمالا الانقلابات العسكرية المتكررة في سوريا التي بلغت أكثر من 25 انقلاب، الحرب الأهلية الأولى في لبنان، الحرب الأهلية الثانية في لبنان، الثورة الفلسطينية التي بدأت من أجل فلسطين ثم انتهت أيضا في الهامش النفطي، ثم هجراتها في البلاد العربية، الانقلاب في مصر، الانقلاب في السودان، في أريتريا، في اليمن، في الصومال. كل هذه المنطقة المشتعلة هي الهامش النفطي. ثم قرأت عنوان كتابك فجأة تذكرته، انفجار المشرق العربي. قلت نعم، لقد انفجر المشرق ولم ينفجر البرميل. هل ترى الصورة بهذا الشكل في الشرق؟ لا، أكيد العنصر النفطي محوري، بالإضافة طبعا للموقع الاستراتيجي للمنطقة بين قارات الثلاثة، بالإضافة إلى الظاهرة والكيان الصهيوني التي تم زرعه. فأنت عندك ثلاث عواميد فيك ضيف إليها رمزية وجود الأماكن المقدسة للديانات التوحيدية الثلاثة، اليهودية، المسيحية، والإسلام. هيدا كله بيعمل لك مش برميل نفط، بيعمل لك برميل متفجرات وانفجارات. النفط في صحيح انه في منهجين بتحليل عنصر النفط. عندك بعض الباحثين بالشؤون العربية يرون ان كل التطورات بالمنطقة محكومة بقضية استغلال النفط. انا بعترف بأهمية النفط، بس ما بعتقد انه هو العنصر الاهم الذي يتحكم بمسيرة المشرق العربي. ربما كان مهم للغاية، انت ذكرت الخمسينات، الانقلاب الاول بسوريا صار بعامل نفطي، في انقلابات أخرى يمكن أيضا أن نربطها مصدق بالنفط، في إيران مصدق في إيران أيضا، يعني بالعراق كان في عوامل نفطية، بالجزائر عوامل نفطية. بس بعد السبعينات، وقت ما تم بعد الفورة النفطية الأولى، ارتفاع أسعار النفط 4 مرات، تم اكتشاف مناطق عديدة بالعالم فيها مخزون من النفط كبير للغاية، وأيضا استعمال الغاز الطبيعي. روسيا اليوم ما شاء الله شو عندها غاز يعني. فأنا بعتقد أنه صارت أهمية النفط نسبية. هلأ صار في مجادلات عديدة عند غزو العراق من قبل الأمريكان، هل غزوها يحطوا إيدهم على ثاني أكبر مخزون نفط بالعالم؟ النفط العربي كان متوفر للغربيين، للأوروبيين. يعني صار في حادثة واحدة بحرب 73، انحط حظر جزء للغاية وما أثر فعليا، اللي أرعب العالم الأوروبي والأمريكي، واللي صار كيسنجر بعدين يعمل مناورات عسكرية لاحتلال أبار النفط. بس هي مرحلة تاريخية أنا بالنسبة إلي تخطتها توفر مصادر النفط عالميا يعني، ورغبة كل الأنظمة العربية أن تبيع النفط حتى للأعداء، يعني لأمريكا إذا اعتبرت أمريكا عدوة. ما في نظام أكان اشتراكي أكان إسلامي أكان ليبرالي ما بده يبيع نفطه. يعني انتهينا من المرحلة السابعة حيث استعملنا سلاح النفط
لمرة واحدة وبدون فاعلية في المعركة ضد الكيان الصهيوني. فلهذا السبب أنا اليوم أعطي لعامل النفط أهمية نسبية. وشفنا يعني بالعراق، الأمريكان حتى قعدوا بالعراق لا طوروا الصناعة النفطية ولا الاستكشافات ولا الكذا. هلا من كم شهر صار في أول مناقصة دولية للبحث والتنقيب والاستثمار حقول النفط. يعني كأنه يعني حديث في حديث، كأنه مبررات دخولهم لم تكن مبررات نفطية إلى العراق. هلا شوف، ما برجع أنا بالتحليل، وهيدا اللي بينقصنا. الدول الكبرى من أمريكا لفرنسا لألمانيا ما عندها سياسات موحدة، والقرارات عندما تأتي نتيجة صراعات داخلية كبيرة واتجاهات مختلفة ومتناقضة. في نهاية الأمر وفي المحصلة بيكون في اتجاه يربح على اتجاه آخر ويسبب اتخاذ قرار معين. ما في شك انه مثلا نائب رئيس الجمهورية تبعت بوش ديك تشيني كان عنده مصالح، جورج بوش عنده مصالح نفطية، بس كان في اعتبارات اخرى للخصم، يعني اعتبارات اعادة انتشار الهيبة الامريكية، السلطة الامريكية، الجيش الامريكي بكل انحاء العالم. واذا انت بتلاحظ يعني احداث ايلول 2001 شو سمحت لامريكا، انت اذا بتشوف كيف انتشر الجيش الامريكي، انتشر الجيش الامريكي بشكل كماشي حول الصين وحول روسيا. وهيدي انا بعتبرها انه هي بعدها عنصر اساسي بالاستراتيجية الامريكية، المحاصرة عسكريا كل من الصين والروسية وايران اللي بتهدد ما يعتبرون مصالحهم الحيوية. وايضا مفهوم المصالح الحيوية، يعني انا مستغرب ما حدا عم بيناقشها. بنتكلم عن ديمقراطيات، طيب مين ناقش بالطريقة الصحيحة المصلحة الحقيقية الأمريكية بغزو العراق؟ مين؟ سواء بأمريكا، بإنجلترا اللي ساهمت بالحرب، إيطاليا اللي ساهمت، ما حدا. ونادرا ما بتشوف أنت بالمجالس النيابية اللي أرقى تعبير عن نظام ديمقراطي أنها الحكومات في نواب بيناقشوهم بعمق وبصرامة وبجدية بالسياسة الخارجية، في مفهوم انه مصالحنا العليا مهددة. طب شو هي المصالح العليا المهددة؟ هلا في وجهة نظر اخر بتقول انه الغزو حماية لمستقبل اسرائيل. في وجهة نظر اخرى، وانا برجع بعتمدها، انه وجود جيش امريكي على حدود ايران. يعني فهي القرار نتيجة مع انه الان مهيئة للانسحاب ايضا، يعني اليوم بلكي للانسحاب تحذيرا لضربة عسكرية على إيران، لأنه بنهاية الأمر إذا في ضربة عسكرية الآن وعندك الجيش الأمريكي موجود بإيران، يمكن أن يدخل الجيش الإيراني بالعراق ويستولي ويأخذ 100,000 سجين أمريكي، بتكون كارثة. فجأة أنه راح ينسحبوا بالأشهر القادمة كمان، يعني بتطرح أسئلة. فاتخاذ قرار بها الدول نتيجة تفاعلات اتجاهات متعددة ومصالح متعددة ومتباينة. فأنا ما بقدر أحكم، العامل النفطي كان له دور بس وعامل حماية إسرائيل من نظام صدام حسين ومن تطويره لأسلحة متقدمة. وأيضا الوجود أنا بعتبر أهم عنصر انتشار الجيش الأمريكي في الخارج، وطبعا تطوير كل هالنظريات السخيفة حول الحرب ضد الإرهاب ومحاربة الإرهاب بجيوش نظامية. يعني محاربة الإرهاب وإجمالا هي البوليس عم تقوم فيه، يعني هي السلك البوليسي مش الجيش، الجيش نظامي بحارب أشباح يعني. دكتور، هو أن التصوير بدأ للوصول إلى انفجار المشرق العربي. أنت في ذلك الكتاب وجهت نقد
للمفاهيم والمقولات غربا وشرقا يعني عربيا، والمستعملة في المنظومات الإدراكية لفهم الشرق كيف تحديدا. وكنا نتحدث قبل دخولنا الاستوديو حول نقدك لإدوارد سعيد، هل هذا أو أنه إلى حد ما لم توافق أنت إدوارد سعيد تماما على مقولاته؟ يعني أنا طبعا عندي أبو شي صداقة وإعجاب كبير يعني هو ليس الموضوع إدوارد سعيد بس حيث لا أنا عندي شوف المفاهيم اللغات المستعملة بالغرب وبالشرق عندما نتحدث عن الشرق هي لغات أسطورية الطابع، يعني لغات إيديولوجية، لغات بتشوف هالهويات العملاقة عبر القوميات اللي ذكرناها بالحلقة الماضية، أنه في غرب يهودي مسيحي، في شرق عربي هذا كله. فأنا إذا بدك أخذت كتابات الاستشراقية والكتابات أبناء المنطقة أيضا اللي كتير بيستعملوا أيضا مفاهيم الاستشراق، وواحدة وراء الثانية صرت فندها فككها، انه مثلا وقت ما بنجي بنحكي اقليه واغلبيه، انه اغلبيه سنيه اقليه شيعيه ومسيحيه، شو المعنى؟ ايضا مفهوم اقليه واغلبيه مفهوم طلع ايضا من التاريخ الغربي، نحن ما عندنا هالمفاهيم، نحن كان عندنا مفهوم الجماعه، مفهوم الملل، الفرق، يعني كمان نرجع لتراثنا بس بالشكل الصحيح، لأنه بعد في مقولات تراثية مهمة، مقولات خلدونية مهمة، مع أنه في بعض المستشرقين أساءوا أيضا استعمال مقولة العصبية عند ابن خلدون، زدتوها هيك مثل ما كان تيوصفوا نظام سياسي معين عربيا وحديثا. ف ومفاهيم عديدة. طيب نحن وقتنا بنتكلم عن الشرق الأوسط، شو هو موضوع مشاهدتنا التاريخية؟ تاريخ الدين الإسلامي، تاريخ شعوب بنسميها إسلامية، تاريخ الشعب العربي، تاريخ الشعب التركي، تاريخ الشعب الإيراني، كله هيدا سلطة سواء عنا أو عنهم بالغرب، كله سلطة ما بيصير. وأنا آخر مؤلفي حديثا تاريخ الشرق الأوسط منذ الأزمة القديمة هو تبيان لإيضاح كيف تكونت الثقافات الشرق أوسطية. ثقافة العربية مكون، بس في ثقافة تركية، في ثقافة فارسية، ما فينا نخلطهم ببعضهم نحطهم تحت برنيطة إسلامي. والبرهان إنه ما فينا، شوف اليوم العداء اللي بيرجع بيتطور بين العرب المعادين للفرس والفرس اللي بينظروا مثلاً بإزدراء للعرب، أو بين باكستان وإيران، أو بين باكستان وإيران، يعني فأنا حبيت أنه استفسر طيب شو الغاية من المشاهدة التاريخية. فأنت إذا ما عندك برجع ما عندك نظام معرفي مبني على تساؤلاتك على إشكالياتك الحقيقية. ونفس الشيء مؤخرا أنت ذكرت مقالات اللي نزلتها بمجلة الأداب، إشكالية العلمنة إذا بنستوردها من الغرب ما إلى معنى، لأنه بتاريخ أوروبا كان في كنيسة ما شاء الله كانت أداة سلطة مهيمنة على كل المجتمعات وعلى السلطة المدنية. نحن بالعالم العربي إذا مش الموضوع، بالعكس نحن بالعالم العربي السلطة المدنية هي المهيمنة إلى اليوم على المراجع الدينية، هي بتوجهها. طبعا أحيانا في شوية صدام بس قليل. فنحن الإشكالية بالنسبة لفصل أو عدم استعمال نسمي شو النظام العلماني، النظام العلماني اللي بيمنع استغلال الدين بالسياسة والعكس بالعكس، هو حرية الاجتهاد. نحن فقدنا حرية الاجتهاد، كنا استرجعناها أيام النهضة العربية مع كبار المشايخ الأجلاء من الأزهر وغير الأزهر، عبدو الكواكبي وبعدين محمد أمين، أحمد أمين، يعني ما شاء الله، شو علي عبد الرازق ما شاء الله.
رجعت تسكرت الصحوة الإسلامية اللي أتت على أثر انهيار القوى الناصرية، سكرت الاجتهاد وتمسكت بالاجتهادات الأكثر تشدد دينيا النابعة من الخليج العربي واللي انتشرت مش حتى بس في زمن الناصرية استمرت، يعني هي استمرت بس كان ولو أنها أخذت كان في تصدي لها كان في تصدي لها كبير جدا. اليوم التصدي لها له كلفة نظرا لنفوذ الكبير لأهل الخليج وللأنظمة الخليجية على مش بس كل العرب، على مجتمعات إسلامية أخرى يعني باكستان وبإفريقيا وبإندونيسيا لسبب يعني في خمس فصول كمقدمة بتفكك المقولات اللي بنستعملها، بنقول يا بقى انتبهوا ما نستعمل لغة عمياء وإشكاليات لا علاقة لها بإشكاليات تاريخنا، واستعادة تاريخنا إلى اليوم مفقود. يعني أنا إذا الله يعني منحني القدرة، هيدا السؤال بذهني، شو صار بأواسط العهد العباسي إنه تسلمت السلطة للعنصر الفارسي والتركي؟ شو صار بالأندلس؟ حروب ملوك الطوائف ليه؟ انا ما عم ببحث بالمكتبه العربيه تشوف في صمت رهيب. ونحن اليوم انا لانه ما ممكن يكون عنصري ضد بني قومي، طيب فشلنا ببناء دوله حديثه سواء قطريا او قوميا ناتج عن شو؟ انه نحن منذ القرن العاشر ما مارسنا مسؤوليات الحكم. إجا عبد الناصر أول عربي استرجع زمام الأمور بأكبر دولة، الجزائريين كذلك كانوا تحت الحكم العثماني وقبل ذلك الحكم المماليك وبعدين حكم الاستعمار. فنحن ما عندنا هالتراكم الخبرة اللي كانت موجودة بتركيا وبإيران واللي سمحت لتركيا وإيران إذا بدك أنه تقاوم الاستعمار وبعد زوال الاستعمار ترجع تبني حالة. تركيا يعني الانتصارات العسكرية لكمال أتاتورك عطت هالقوة لتركيا، الثقة بالنفس، بنت نظام جديد، انفصلت عن الأبجدية العربية، اتجهت صوب أوروبا وعملت تحديث متسارع. واليوم يعني كل اللي بينتقدوا الكمالية، أنا مستغرب اليوم إذا في إمكانية أنه حزب سياسي يدعي قيم إسلامية يحكم تركيا بدون ما يوقع بحرب أهلية، هيدا بفضل الكمالية. لأنه التجارب الأخرى شوفوا بالجزائر، شوفوا بالسودان، شوفوا يعني تجارب فاشلة. لا لكن برضو في انقلابات كبيرة داخل التركية سمحت بهذا، يعني هي فقط ليست فقط الكمالية، لا بس أساس الدولة. يعني الكمالية ليست عنصر صافي، يعني ربما تكون الكمالية قد انتهت من الستينيات ونحن نتحدث الآن عن نتائج، بس بنوا قاعدة كبيرة ضخمة للدولة. نعم هذه اللي سمحت اليوم بأنه تركيا تتحمل هالتغييرات. نعم بدون شك أنه اللي الدولة صارت نعم. ما فينا ننكر ذلك. هلأ أنه قمع مصطفى كمال بجوز جرح بعض التقاليد الدينية بس بنهاية الأمر شو أفضل؟ إنك تكون بدولة محترمة بتفرض عليك إنه ما تقدر تعمل نظام إسلامي على الطريقة السعودية والباكستانية، بس أنت محترم بالنظام الدولي، أنت مهاب بالنظام الدولي. أو طيب نعمل أنظمة دينية بتكون بحالات حروب شبه أهلية طول الوقت. يعني الفرق واضح جدا بهذا الموضوع. دكتور هذا الكتاب أيضا أنت تجدد به، يعني هو انفجار المشرق العربي، قلت لي أنه عدة طبعات وفي كل طبعة مختلفة عن طبعة، أضفت إليه حوالي 400 صفحة في هو بدأ الكتاب لا أكثر. أول طبعة للكتاب كان 250 280 صفحة، اليوم صفحة 1000 صفحة مع الطبعات المتتالية.
الكتاب مطلوب بأوروبا بالنسخة الفرنسية، فكل سنتين في طبعه، كل 4-5 سنين بزيد فصل جديد على التطورات الدراماتيكية اللي صايرة بالمنطقة. الخمس فصول المنهجية بكتابة التاريخ والنقدية لنظم الإدراك الأوروبية والعربية والإسلامية لا أنا حطيتها، رح أقول لك إمتى حطيتها، بعد اتفاقات أوسلو. سبب إيه، وأنا إذا طلعت جزء تاني قبل ما أرجع وحده سميته صراع بالسلام وصراع الهويات، كان مركز كله على تحليل أوسلو، وأنه أوسلو شغلة بالكمبيوتر انعملت، يعني ما إلها علاقة بالواقع. وأنا وقت ما قريت الاتفاق واستشاروني الإخوان وقت في منظمة التحرير، قلت له أنتوا وعيانين شو عم، استشاروني بالجزء الاقتصادي من الاتفاقات، قلت له أنتوا وعيانين شو عم تمدوا؟ قال لا بس بتساعدنا هلا بنغير بتجلس، قلت له خلاص ما فيكم تجلسوا شيء مهما زبطنا بالموضوع الجمارك بأيدي الاحتلال، النقد بأيدي الاحتلال، الكذا الكذا، بدنا نعمل نقد، قلت لهم كيف رح تعملوا نقد؟ يعني فكانت مأساة كثير. ووقتها وقت ما شفت أيضا يعني المسرحية بواشنطن، وقت ما جابوا رابين وبيريس والله يرحمه أبو عمار، شفت هيدي مسرحية أنا أبدا، يعني أنا خلتني مش ما أنس المسرحية، لأن أنت ما بتعمل سلام إذا أنت سلمت على عدوك اللي محتلك، هيدا مش سلام، بتعمل سلام وقت مع عدوك زال الاحتلال تبعه. فقلت إنه في شيء خارج الواقع عم بيتخيط، ومع قدرة الأنظمة الإعلامية يا لطيف خلاص كل الناس قالوا الحمد لله صار السلام، قلت لهم هلا بداية المشاكل، ما في سلام، ففي سلام افتراضي. ووقت ما بتحكي عن مسار سلام، يعني السلام حدث، ما في شيء اسمه مسار سلام، مسار سلام يعني إسرائيل فيها تكمل الاستيطان، لأنه المسار ما بيخلص. وبال94 كتبت مقالة قلت مسار سلام بدون سلام، قلت مسار مدريد وأوسلو ما ممكن يؤدي للسلام، بل بالعكس سيؤدي لمزيد من الاستيطان، لمزيد من التفكك الفلسطيني، وهذا اللي حصل. اسمعنا وقت ما بنحكي دولتين، دولتين على الكمبيوتر، انت على الارض طبق دولتين، وين بدك تطبق دولتين؟ فالعالم الافتراضي، انا حكيت عن العالم الافتراضي، وعم بحكي عن الشرق الأوسط الافتراضي، عم بحكي عن الإسلام الافتراضي مثلا اليوم، الإسلام المتشدد أو التكفيري بعض الأحيان افتراضي، في شوية جماعات، بس المجتمعات الإسلامية ما هيك، لسه في تعددية، في تسامح، في كذا يعني، بس كله افتراضي. كل يعني بيصير التحليل من اكبر الاكاديميين كله تحليل بالافتراضيات، ما انه متجذر بالواقع وبوصف الواقع. بعدين يعني انا ما بفهم كيف انت فيك تحكي عن المسلمين او المسيحيين بشكل كلي هيك، التنوع الموجود بين المسلمين وبين المسيحيين، يعني يا لطيف شو هو فايدة، يعني كله شيء سخيف. لسبب انا انتقدت بهال كل النظام الإدراكي وتشوهات النظام الإدراكي اللي عم بيصير بها القيم اللي هي عبر القوميات واللغات والحضارات، يهودية مسيحية من جهة وعربية إسلامية من جهة تانية، يعني هيدا كانت الغاية من هالفصول المنهجية. نعم يعني في الافتراضي دكتور، أرجو أن لا يكون أيضا ما سنذهب إليه في الحديث في الجزء الثاني افتراضيا، سنكون في النصف الثاني مع الدكتور جورج قرم الاقتصادي والوضع الاقتصادي العربي. أعزائي المشاهدين، دقائق للاستراحة ثم نعود إلى هذا الحديث الثري المعرفي مع الدكتور جورج قرم، سيكون في الاقتصاد العربي، فكونوا معنا، أهلا بكم وبه. Thank you.
أهلا بكم ثانية برفقة ضيفي الدكتور جورج قرم. دكتور، نأتي الآن إلى الموضوع الاقتصادي، إلى موضوعك الاختصاصي إلى إن شئنا التعبير. الاقتصاد العربي هو يعني صورة مريعة إلى حد ما، صورة مريعة تنظر إليها اقتصاد غير إنتاجي. هل هو ثمرة فشل في المشاريع الاقتصادية الأولى؟ هل كان هناك مشاريع اقتصادية؟ يعني حين أنظر أنا من عام 1950، عن أي اقتصاد نتحدث؟ حين ننظر إلى هذه الدولة القومية التي تأسست بعد الاستقلال وإلى الآن، لكي أحاول أن أجد الجذر التاريخي للأزمة، ثم كيف ترى صورة الاقتصاد العربي فيما يخص التنمية، التثمير، العمل، توزيع الدخل، كل هذه الصورة التي تعني كل شيء، لأن حقيقة وجود الدول هو في وجودها الاقتصادي أساسا. ما هو يعني الدخول إلى المشاهدة الاقتصادية بيرجع بأكد ما قلته سابقا، أنه التحليلات عادة ونظم الإدراك لا تأخذ الاقتصاد بعين الاعتبار أو البقاع الاجتماعي، يعني نحكي بشكل تجريدي، شرق مسلم وشرق عربي، عربي إسلامي، غرب يهودي مسيحي، ما بتشوف الواقع على الأرض. وقت ما بنحكي كمان عن الديمقراطية في العالم العربي وفقدان الديمقراطية بالعالم العربي كأكبر إخفاق، هذا كلام ما له معنى، لأنه الديمقراطية بتتطلب بعد الأوضاع الاقتصادية اللي بتسمح فيها. أنت طالما عندك اقتصاد مبني بشكل أساسي منذ 600 سنة على ما يسمى باللغة الاقتصاد الريوع، أي كسب المال دون الجهد الإنتاجي، بناخذ من الإمبراطورية العثمانية. طيب كان في نظام جوبات الضرائب اللي خلق إقطاعية ضريبية عنا، واللي كانت الدولة العثمانية بتعيش عليه، كان في تجارة، شوية حرف، ما كان في أبدا حركة النهضة الاقتصادية اللي صارت بأوروبا وبعدين انتقلت حتى لمناطق أخرى من العالم. بعد انهيار السلطنة العثمانية اجى المستعمر، عملك أيضا اقتصاد مبني على احتكارات بأيدي شركات المستعمر الضخمة. بعدين راح المستعمر، في كثير من الدول صار في حركة التأميمات، حركة التأميمات أيضا خلت احتكارات مش بأيدي شركات أجنبية، بأيدي الدول المستحدثة. فأنت إذا بدك المناخ الاقتصادي التنافسي فأته. بعدين إجا النفط، يعني ترافق كل ذلك بصعود ما سميته أنا الطغيان النفطي بداخل المجتمعات مش بالسياسة الدولية. صار في نمط نفطي، وهاجروا العديد من العرب من كل الفئات الاجتماعية، من العامل البسيط للأستاذ الجامعة وللمهندس وللطبيب، راحوا للخليج. الخليج ما كان عنده القدرات البشرية، وجدته الثروة العملاقة الفجائية. وقت ما شافوا انه عدد العرب كثير كبير، صاروا يجيبوا من الهند ومن باكستان ومن كذا، تما يكون في اعتماد على، وصار في نمط استهلاكي. الله يرحم الدكتور يوسف صاير وهو كان عميد الاقتصاديين، او الدكتور برهان الدجاني ايضا، لهم كتابات كثير بالمساوئ المجتمع الاستهلاكي الساكن. وانا ايضا وقت ما كتبت الاقتصاد العربي امام التحدي والتنميه، ايه للدكتور يوسف صاير عنده كتاب جميل التنميه العصيه، فتحولنا لاقتصاد ساكن. بعدين حتى العراق، الجزائر، يعني تعددت النماذج الريعيه الطابع في اقتصاد ريعي. طيب الاقتصاد الريعي وقت ما الدوله بتمسك بالريوع من فوق ما فيك تعمل ديمقراطية. اللي بيمسك الريوع بده يكون يبطش ويوزع على شكل بحافظ على نظامه،
ما بيعمل تغيير بالنظام، وهيدي بتمشي على الملكيات، بتمشي على الجمهوريات. وحتى دول فيها ثروة نفطية متوسطة الحجم مثل سوريا. بالماضي كمان كان في ريع القطن بمصر وبسوريا، ريع المناجم الموجودة بالمغرب على فوسفات هذا كله ريع. حتى وقت بتعمل سياحة أستاذ مصطفى، لأنه عندك شواطئ جميلة على بحر الأبيض المتوسط، أو عندك أنت الأثارات الفرعونية أو الرومانية، طيب هالموقع الجغرافي وهالأثارات تعطيك رايح، لأنه رح يجوك السواح بدهم للشمس، أو المهتمين بالتاريخ القديم بدهم يشوفوا الأثارات الرومانية والفرعونية. وين الجهد الإنتاجي؟ شايف كيف؟ مرتين صار في تجربتين تحديثيتين بالاقتصاد تبعت محمد علي وتبعت عبد الناصر، في تشابه كبير بين التجربتين مع خطأ استراتيجي أساسي عمل عند الزعيمين. أنه الهم الخارجي وأحيان الطموح بتوسيع نفوذ الدولة عند محمد علي، محمد علي بعدين صارت عنده بده يسقط السلطنة العثمانية قبل ما يكمل التغيير الاقتصادي الداخلي تيتحول لمجتمع انتاجي. عبد الناصر جرة لانه كان محاصر ايضا كقوى معادلة للاستعمار ولإسرائيل، جرة لحرب اليمن وبعدين انكسار 67 انهارت التجربة ورجعنا للرأسمالية على طريقة الخديوي إسماعيل أو غيره، أنه بنجيب الخواجة بنجيب الأجنبي بيعمل كل شيء ببلدنا ونحن بنرتاح. بعدنا ماشيين بهالشيء، أو بحد الأقصى بناخد شوية عقود فرعية من شركات النسيج العالمية، من شركات المعلوماتية. السؤال هو هل هناك محددات اقتصادية تجعل تفرض على الدول العربية أن يذهبوا بهذا الاتجاه، أم هو قصور في التخطيط الاقتصادي؟ يعني لا هو يعني قصور، دعنا نفكر في خطة التنمية، قصور بالمعرفة الاقتصادية ما بترجع. نحن وقعنا أسيري لغة واقتصادية وإشكاليات الاقتصادية المستوردة من الغرب، رأسمالية واشتراكية، في شيء اسمه نظام اقتصادي، أو بيكون فعال أو بيكون مش فعال، أو بيأمن رفاهية أو ما بيأمن رفاهية. أنا شو بدي بالرأسمالية وبالاشتراكية؟ صار في معارك طاحنة بين ما كانت اشتراكية، يعني ما كان سمي اشتراكيات، كان موجود في قلب دول رأسمالية مثل بريطانيا، يعني اللي هي رأسمالية الدولة مثلا. لا بس أنا شو بدي بشكل، وسميها ما شئت، سميها اشتراكية ما سميها، شو بدي بشكل النظام. نحن وقعنا بالصراعات الإيديولوجية الخاصة بتاريخ الدول الأوروبية. بالنسبة للتكنولوجيا شو صرنا نقول؟ نستوردها. كيف تستورد التكنولوجيا؟ التكنولوجيا تملك، ممارسة جماعية، نظام تعليمي محو أمية بشكل شامل. وما طلعنا نحن بتجارب اليابان اللي نجح مع ثورة المييجي سنة 1870، وبعدين انتقل النموذج لكوريا، وهلا صار بالصين، يعني عم بيبرم بكل آسيا وبيعمل هالنهضة الاقتصادية الآسيوية. وشو أول قاعدة للنظام الآسيوي الياباني؟ محو الأمية بالأرياف، جعل الإقطاعيين القدامى رجال أعمال يتنافسون وطنيا، مين بيطلع سلع ومنتجات حديثة بتضاهي بالجودة السلع ومنتجات الغرب. نحن اللي نقصنا بالمرة الوطنية الاقتصادية القومية الاقتصادية. أنا بدي نافس الغرب، أنا بقدر أنتج بنفس الجودة تبعت الغرب. هذا ما كان عندنا إياه. نحن علاقتنا مع الغرب كانت صدامية حادة سياسيا، وما نظرنا للعلاقة الاقتصاد بالسياسة. انت اذا اليوم اذا بدك تامن دفاع الامه او دفاع القطر، طب انت اذا ما عندك قاعده صناعيه جيده ما فيك تامنها، ما فيك تامن. اذا ما بتنتج اسلحه
انت مضطر تجيب اسلحه من برا، ما راح يبيعوا لك الاسلحه الفعاله يعني. وهي ما قديش صرفنا على الدفاع، ميزانيات الدفاع العربيه اذا بتجمعها مع بعضها يا لطيف يا لطيف شو كنا عملنا. ما في اهتمام النظام التربوي ايضا، يعني النظام التربوي صار تابع للانظمه التربويه الغربيه، خصوصا الجزء من النظام اللي معمول للنخب. النخب شو بعدين بتصير؟ بتهاجر. بتهاجر لأمريكا لكندا ما بترجع. والجامعات تتبارى، مين الجامعة اللي بتقدر تبعت أكبر عدد من الطلاب لبرا؟ مش الجامعات، قديش فينا نلاقي مكان فرص العائدين. عمل لائقة بالمهارات في بلادنا؟ لا أبدا. هيدا كله وضع مأساوي. أنت إذا بدك ديمقراطية، طالما عندك حالات بطالة، حالات أمية، حالات أرياف مقموعة ومهمشة، طالما عندك عاملة أجنبية بأعداد هائلة في الجزيرة العربية، وطالما ما بتعطي حقوق أيضا لمثلا العرب اللي صار لهم 30-40 سنة حتى ما فيهم يتملكوا بيت ولا إقامة، ولا إقامة. طب ما أنت بتبني على الصحراء، بتبني على الرمل، ما بتبني شيء. هلا بنفتخر انه بنعمل ابراج كبيره، عندنا بنايات سكنيه فخمه وين ما كان. بتعرف انه 80% من الاستثمارات العربيه وين بتروح؟ بتروح للقطاع العقاري والمقاولات. طيب وين الصناعه؟ في شيء سلعه صناعيه اشتهرنا فيها ولو كانت قلم. بتقول هي اوف هي منتوج عربي، تليفون النقال نوكيا فنلندا. مقارنة بأوضاع شبيهة فينا دكتور، حتى يعني المشاهد يستمع إلى يتذكر صورة أخرى، يعني نقيس حالنا بمين؟ بنقيس وحالنا نحن من أمريكا اللاتينية؟ لا رح أقول لك، أمريكا اللاتينية صارت متقدمة أكثر بكتير. نعم. بنقيس حالنا بإسبانيا بالقرن السادس عشر والسابع والثامن عشر، من بعد ما فتحت أمريكا الجنوبية نعم وسرقت كل نهبت كل الذهب ونامت على الذهب. الذهب الأصفر، نحن عندنا الذهب الأسود اللي طبعا ملكنا واللي عم بنصدره للخارج. بينما النفط طاقة، بدك تعمل تصنيع بدك تحافظ على نفطها. أنا دائما بقول لو الإنجليز بالقرن الثامن عشر والتاسع عشر صدروا الفحم اللي كان عندهم للخارج لأنه عملوا ثورة صناعية، مستحيل. ففي دراية اقتصادية ناقصة، لأنه أنت عندك ثقافة اقتصادية مبنية حتى إذا بتاخدها تراثيا بتاريخنا. طيب ازدهار المنطقة وازدهار العرب بشكل خاص إجا من التجارة الدولية الطابع، من الترانزيت، من العرب ينقلوا بضائع من الصين لأوروبا كذا، يعني عبر الصحراء عبر الكذا. ما في ثقافة إنتاج عنا، مع أنه في كان في ثقافة علمية ضخمة أيام تألق الحضارة الإسلامية اللي أخذوها منا الغرب وبنوا عليها. يعني في مفارقة فظيعة الشكل. أوروبا أخذت من العرب بالطب، بالفلك، بالرياضيات، بالفلسفة، وحتى باللاهوت. الفلسفة واللاهوت يعني قضية طرح التوفيق بين العقل والإيمان طرحوها الفلاسفة العرب، هيدي أخذوها بأوروبا، أحيت الفكر الأوروبي اللي كان راقد وتحت ممارسات دينية متشنجة للكنيسة، وبنوا عليها وأخذوا العلوم وبنوا عليها. نحن تركناهم عجنا وقلنا نفسف كفر بتناقض الإيمان، وهذو استعملوها الدول الأوروبية يعملوا نهضتهم. ما رح نوعى هالإشياء؟ انت اليوم كيف انت بزمن العولمة اذا ما عندك شيء تبيعه انت محكوم عليك انه مستوى معيشتك يكون تعيس. هلا طبعا بيكون عندك نخبة بتستفيد من الاستيراد، بتستفيد من النفط او من الفوسفات او من القطن او من البدكية. وبعدين
بس انت مجتمعك ما عم بيمارس جماعيا العلم والتكنولوجيا. وليش عندك نص الشبيب العرب بدهم يتركوا الوطن؟ لانه في قدرات، ما شاء الله شو عندنا قدرات، بس وين الشاب اللي بده يلمع بالفيزياء بالكيمياء بالمجالات العلمية؟ كان له يعني انا اتذكر في حديثك دراسة الدكتور انطوان زحلان حول طبعا عامل تحاليل دكتور زحلان عم بفرجي مأسات هجرة الأدمغة، ونحن بنشتغل سويا من 30 سنة على الظاهرة الفتاكة فتاكة، لانه انت وقت ما بتصدر الأدمغة خلاص يعني انت بدك تضل مجتمع ساكن، مجتمع معرض للاجتياح المعرفي، للاجتياح العسكري، للاجتياح الاقتصادي من الخارج. ما في كده يعني قصة. بس طبعا في ادبيات تنموية عالميا، ويا لطيف شو منيحة الهجرة. حتى تجربة امريكا اللاتينية دكتور، مع انهم مروا بنفس الظروف، يعني حين تتذكر مثلا بدائل الاستيراد، الاشتراكيات اللي سميناها اشتراكيات، رأس مالية الدولة، كل هذه الأنماط من التنمية عشناها وعاشوها. هم وصلوا إلى مرحلة استطاعوا إعادة إنتاج أنفسهم اقتصاديا وحضورهم. تقول أنت أن أمريكا اللاتينية وضحها أحسن مليون مرة من اليوم الناس. اليوم إيه عندك بعضها عندهم النفط، البعض ليس لديه نفط، حتى الدول الغير النفطية هي دول طبعا البرازيل. نعم طبعا. لماذا نجحوا لماذا فشلنا؟ هل القيادة السياسية؟ هل هو الأحزاب؟ هل هي النخب؟ هل هي الخبرات؟ من الذي يحاسب؟ من الذي يجب أن نقيم له محكمة التاريخ ونقول له أخطأت أو انصرف؟ يعني هل هو الحاكم؟ لا، أنا أشوف مش أنه كيف ما أنتم يولى عليكم، بس أنا بحمل مسؤولية كبيرة للمثقفين. نعم. بالمستوى مثقفين دخلوا، هؤلاء الذين ترفض تسميتهم بهذا الاسم لأنه ليش لأنه الجزء الكبير منه دخل بالمعارك الإيديولوجية وبمعارك الأنظمة فيما بين بعضها. تحمسوا للماركسية، وبعدين تحمسوا ما بعرف مثلا للصحوة الإسلامية، وبعدين صاروا ليبراليين على الطريقة الأمريكية. ما بيصير بهالشكل يعني. ليش عم اقول لك ليش انا حبيت كلمه عالم؟ انا بالنسبه لي المثقف شو بتضيف لمعارف الامه؟ نعم. شو في اضافات لمعارف الامه؟ العربي المنتج علميا بيطلع لبرا، وين عنده المختبرات؟ وين عنده البيئه اللي بتحمله؟ نعم. اللي بتشجعه، اللي بتعطيني يا شين؟ وين؟ حتى في المعارف الانسانيه، حتى في العلوم الانسانيه. نعم. حتى في فانت بتشوف يعني ذكرنا تركيا، وفينا نذكر أمريكا اللاتينية، ما في نفس درجة هجرة الكفاءات مش موجودة، لأنه يعني في تركيا صناعة، وفي في تركيا علم، وفي جامعات في جامعات تعمل أبحاث. نعم. أكثر. نعم. وبالتالي يصير للجامعة معنى مختلف، وللطالب معنى مختلف، وللعلم معنى مختلف بطبيعة الحال. نعم. بعدين بأمريكا اللاتينية في مد وجزر، يمين يسار، بين بتجي موجة أنظمة بتركبها أمريكا بيرجعوا بعدين بفكوها. هلا مثلا شيلي بينوشي، بعدين رجعت ضبطت الأحوال. هلا وصار في حكم يعني اشتراكي معتدل اللي هلا طار. هلا طار الانتخابات بالشيلي مؤخرا. جابت 1 ملياردير على الحكم. ونحن بالعالم العربي يعني إذا بدك الناس اللي بيتكرموا، رجل الأعمال السري، رجل الدين، رجل السياسي، بس وشعر البلاط. طبعا شعراء البلاط، بس أنه يتكافأ مهندس جاب لك اختراع جديد بشيء، عالم بالفيزياء بالرياضية، أبدا. هيدي مش حتى يعني كأنك بتحكي لاتيني وقت ما بتطرح هالمواضيع. وشوف شوف القيمة اللي بنعطيها للمليارديرية. طب المليارديرية من وين يعني؟ من وين انت بثلاث اربع سنين تكون
ثورت مليارات من الدولارات. نعم. هل من كيف حصلت عليها؟ هل من أمل بإعادة البناء دكتور؟ يعني أنت أمامك النموذج اللبناني في إعادة الإعمار، وأيضا أمامك ولا شك في أن الدول العربية هي نموذج لبناني، يعني صحيح أنها لم تخلق. لا، نحن إعادة الإعمار نموذج خليجي استورد. نعم. إلى لبنان. بتشوف أنت منطقة سوليدار. نعم. دبي صغيرة، أبراج هيك طالعة وكلها بنايات فخمة وأبراج اللي هي مش من تراثنا. نعم. اللي هي وقت ما بتفكر شو كانت بيروت القديمة، هالروعة اللي. نعم. كانت هالتحفة الهندسية والمعمارية اللي الإنسان. كانت. نعم. وشو اللي صار؟ لا، نحن مستوردين من الخليج. في عرب من كل الجنسيات قعدوا بالخليج، تأثروا بالجو الخليجي وحابين يعملوا، يعني ينقلوا النموذج الخليجي. حتى باقتصاد مثل اقتصاد سوريا بتجي استثمارات عربية لسوريا، تروح بتركز على القطاع العقاري، على السكن الفخم، على الأبراج، على المولز، المراكز التجارية الضخمة. يعني بنرجع الاقتصاد الاستهلاكي. وبعدين شو نحن كيف بيمشي الاقتصاد الاستهلاكي؟ نحن إذا ما عندنا نفط بنصدر الأدمغة. لبنان بياخد 5-6 مليارات تحويلات من المغتربين، وسوريا كذلك، والأردن كذلك، ومصر كذلك، وفلسطين كذلك. يعني فالإعمار حلقة مفرغة. الإعمار في سوليدير هو سوليدير في كل بلد عربي. يعني أنا زرت العواصم العربية مثلا في السنوات الخمس الماضية، هذه الظاهرة نشأت في كل، يعني هناك سوليدير في كل عاصمة. وأسأل لمن هذا؟ بعد الأسرياء، يعني ناطحات سحاب وكذا في الأسرياء الكبار. الأسرياء الكبار. سؤال آخر دكتور، هل في الاقتصاد العربي نموذج يمكن أن نسميه نموذج ناجح في القطاع الزراعي، في القطاع الصناعي، ولو نسبيا؟ لا، نسبيا فيك تقول أنه مثلا، يعني من هي الدولة العربية التي سوريا مثلا اهتمت للغاية بالقطاع الزراعي في الماضي، عملت استثمارات زراعية، عطت توازن واكتفاء ذاتي غذائي لسوريا، هيدا انجاز ما فينا. نعم. ننكره. هلا اليوم في تراجع بالموضوع لاسباب مختلفه، ما في وقت بلكي ندخل فيها. نعم. العراق كانت نجحت بالحقل التعليمي. نعم. والعلمي الى حد بعيد مع النظام صدام الكريه، بس كان في انجاز. تونس مع انه في نظام سياسي ايضا، يعني له اوجه سلطويه، في انجازات اجتماعيه، يعني نظام اهتم بالطبقه الوسطى، بيهتم بالفئات الفقيره. فيك تحكي انه بالشيء النسبي والجزئي في نجاحات، ما فينا نقول ما في نجاحات. أنا بقارن نفسي سواء مع أمريكا اللاتينية أو بقارن نفسي مع تايوان يا سيدي، مع كوريا الجنوبية. هذا مستحيل. نعم. إيه لا، بس نحن كتير أحيان أنا بسمع بأوساط الاقتصاديين ورجال الأعمال، إيه لأنه في إسرائيل ما فينا نعمل شيء وفي عدم استقرار أمني. طب ما هي كوريا الجنوبية شو تحملي؟ وشب جزيرة مقسومة، وعندها شمال كوريا على حدودها ونفقات عسكرية باهظة، وأمريكا فوق راسها والصين من وراها. لك شو عملت؟ تايوان جزيرة فلاحين فقيرة ما كان فيها شيء، ومهددة من الصين، بدي استرجعك يا تايوان، انت جزء من الأراضي الصينية. طيب لك شو بتعمل بالإلكترونيات؟ لا. الآن الهند تحكم وترسم في مسألة الإلكترونيات أيضا في البرمجة. طب الفورة النفطية الأولى أضعناها دكتور، الفورة النفطية الثانية، الارتفاع الذي مضى قبل سنتين إلى لا طبعا، حين ننظر إلى دولة مثلا مثل الجزائر، مثل لا الجزائر، شوف كمان سوء الحظ مع أنه أنا بعتبر الجزائر بعض الأحيان وطني الثاني، وأنا عايشت كخبير وكمستشار تجربة الرئيس بومدين. الأخطاء اللي انعملت بالتصنيع بالجزائر تحت وطأة كان في رئيس وزارة متحمس للتصنيع، بس شو أنا سميت التصنيع الطريقة البدوية، إنه يا شركات متعددة جنسية تعوا صدرونا مصانع جاهزة. يا أخي ما بتبني البلك التكنولوجي إذا بتستور التكنولوجيا جاهزة، بدك أنت شوي طبعا. شو كانوا بيعملوا اليابانيين؟ كانوا بيستوردوا مثلا قطعة بحرية واحدة حديثة من أوروبا، واحدة مش أكتر،
بيفكفكوها قطعة قطعة، بلكي عندك 200,000 قطعة، بيتعلموا تصنيع كل قطعة لو بتاخد معهم 4-5 سنين، وبيعملوا أول تجربة، بيبنوا سفينة دون اللجوء للغرب أو للدول المتقدمة صناعيا. بعد كم سنة بيرجعوا بيستوردوا، تعملوا المقارنة، إذا السفينة ليش السفينة مثلا الإنجليزي ما نجحتش النجاح المطلوب مثلا. هيدي إذا بدك التعلم بالخطأ والصواب، learning by doing يعني. وبعدين طبيعة الحال أنت إذا قوميتك ما عندها محتوى اقتصادي وبتضل دينية أو سياسية أو إيديولوجية الطابع، بدك تخفق، لأنه ما رح تحط أنت جهودك بالميدان تملك التكنولوجيا والعلوم. وما بتستحي أنه ما عندك علوم. وبتذكر كم حاكم عربي سمعته بيقول لا بسيطة، نحن نعطيهم النفط نستور التكنولوجيا. لا يعني الموضوع مش هيك، قادر أن يوصل التكنولوجيا منها التجارة. شوف الثقافة التجارية ثقافة ريعية، هيدي الثقافة ما تخلصنا منها. وحتى وقت ما بنبعث أولادنا للخارج بصيروا بيربحوا كتير هوني، بيبعتونا انه ما بدنا نعيش على المعاش. لا ما بصير يعني. في بدها تغيير بالثقافة الاقتصادية ايضا وبالمفاهيم الاقتصادية على كل على مستوى الدولة وعلى مستوى الفرد. وعلى الفرد ان يعي طبعا، وعلى الاقتصاديين العرب ايضا، وعلى ضوئها يقرر وضعه السياسي حتى والاجتماعي. دكتور أنا شاكر لك هذا اللقاء الثري، شاكر لك هذا البعد المعرفي الذي منحتنا إياه ومن وقتك الثمين، وباسمي وباسم مشاهدي الحوار وبرنامج رواق المعرفة أشكرك جزيل الشكر. شكرا أعزائي المشاهدين، لكم الشكر ولضيفي أيضا الشكر، ونلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله.